الكثير من ألعاب الفيديو تركت بصمتها في عالم صناعة الألعاب، لكن البصمة الأكثر وضوحاً كانت تلك التي تركتها لعبة GTA Grand Theft Auto. إنها اللعبة التي أعطت المفهوم الأمثل للحرية في الألعاب، وما زاد من شهرتها هو اختلافها عن كل الألعاب التي تم إصدارها على مختلف المنصات من خلال طريقة اللعب والواقعية وغيرها من الخصائص التي جعلت لعبة GTA الأكثر نجاحاً عبر التاريخ. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن هذه اللعبة، لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. بدأ تاريخ اللعبة في استوديوهات شركة DMI Design، وهي الشركة التي أسسها ديفيد جونز عام 1987 حين كان مبرمجا شابا يتطلع إلى إحداث تغيير في مجال ألعاب الفيديو. أنتجت الشركة العديد من الألعاب البسيطة، ثم جاء الوقت لإنتاج اللعبة التي ستغير مفهوم ألعاب الفيديو في العالم كله. تم إنتاج الإصدار الأول الذي يتمثل في مدينة يمكن للاعب التحرك فيها بكل حرية وتأدية مجموعة من المهام البسيطة. وقد تم تطوير اللعبة بعد أن تعرف جونز على كل من سام ودان هاوسر، وهما مبرمجان من لندن يعملان لصالح شركة BMG Interactive المختصة أيضا في تطوير ألعاب الفيديو. كانت اللعبة في البداية مملة قليلا، لكن خطأ برمجيا منحها الكثير من الإثارة. تمثل الخطأ البرمجي في كون سيارات الشرطة تحاول مهاجمة اللاعب وتوقيفه باستعمال القوة بدل الاكتفاء بمطاردته فقط، كما أن سلوك رجال الشرطة أصبح عدائيا تجاه أي مخالفة قانونية بسيطة يتم ارتكابها. تلك الفوضى أصبحت لاحقا جزءا من اللعبة، وهو ما رأى المطورون أنه سيجعلها أكثر إثارة. تمت الاستعانة بخبراء في مجال التسويق ليتم إطلاق الإصدار الأول من اللعبة رسمياً في شهر أكتوبر من عام 1997. حققت اللعبة نجاحاً كبيراً، وبعد فترة وجيزة تم الاستحواذ على شركة BMG Interactive من طرف شركة تيك تو التي أسسها رايان برانت عام 1993. ذلك الاستحواذ أدى إلى انتقال العديد من موظفي شركة BMG، ومن بينهم الأخوان هاوسر، إلى مدينة نيويورك وتأسيس شركة روك ستار جيمز. كانت تلك هي الخطوة الأولى لنقل اللعبة إلى المستوى التالي. توقف العمل على لعبة GTA لبعض الوقت، حيث اهتمت الشركة بتطوير ألعاب أخرى مثل سبيس ستيشن سيليكون فالي. اعتمدت اللعبة على العديد من التقنيات الحديثة، خاصة فيما يخص التصاميم ثلاثية الأبعاد وحرية اللعب، وهو ما جعل المبرمجين يحصلون على خبرة أكبر تجعلهم قادرين على إحداث الإضافة في الإصدار القادم من لعبة GTA. وبحلول عام 1999 حان الوقت لإصدار النسخة الثانية من اللعبة. تم إصدار تلك النسخة بعنوان لندن 1969، وقد حصلت على إعجاب الكثير من مستعملي أجهزة الحاسوب وأجهزة بلاي ستيشن أيضا. بعدها تم إصدار نسخة أخرى من اللعبة باسم لندن 1961، لكن كل الإصدارات تلقت الكثير من الانتقادات كونها متشابهة للغاية مع الإصدار الأول، حيث رأى اللاعبون بأن الشركة لم تقدم أي إضافة في الإصدارات الجديدة. لكن نسخة GTA 2 التي تم إصدارها في شهر أكتوبر من عام 1999 غيرت كل شيء، حيث حصل اللاعبون على حرية أكبر وأصبح بإمكانهم العمل لصالح عصابات مختلفة، وأصبحوا قادرين على العمل في مجموعة من الوظائف لكسب المال، كما أن اللعبة تميزت بمهام أصعب وحركية أكثر. لاحقا انضم مبرمجان آخران إلى فريق العمل، وهما أندري سيمبل وليسلي بنزيس، وهما مختصان في تطوير الألعاب. كان الاثنان مختصين في مجال الألعاب ثلاثية الأبعاد، وهو ما سيقدم إضافة كبيرة إلى لعبة GTA. وبمجرد بدء العمل على تطوير لعبة GTA 3، أبرمت شركة روكستار اتفاقا مع شركة سوني لتكون اللعبة حصرية على أجهزة بلاي ستيشن 2. لكن اللعبة بعد أول عرض إشهاري لها تلقت الكثير من الانتقادات بسبب العنف المتزايد فيها، خاصة وأن ذلك تزامن مع أحداث 11 من شهر سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن تلك الانتقادات تلاشت بمجرد أن تم الإطلاق الرسمي للعبة، حيث أصبحت في غضون بضعة أشهر اللعبة الأكثر مبيعاً في تاريخ أجهزة بلاي ستيشن 2. لكن الفرحة لم تستمر لوقت طويل. هذه المرة تلقت اللعبة انتقادات أكبر، وذلك ما عبر عنه جاك تومسون
وهو محام وناشط حقوقي من ولاية فلوريدا، وهو أيضا الرجل الذي قضى عقدا كاملا في مقاضاة شركات الألعاب ووسائل الإعلام التي تحفز على استعمال العنف. لكن ذلك لم يكن تهديدا كبيرا لمستقبل اللعبة، حيث واصل المطورون تحسين النماذج ثلاثية الأبعاد، وهذه المرة تم اختيار مدينة ميامي لتكون مسرحا للإصدار الجديد من اللعبة، وهو إصدار GTA Vice City. عرفت الرسوم ثلاثية الأبعاد تطورا كبيرا في ذلك الإصدار، كما اهتم المصممون أيضا بتحسين الحركة في الشوارع وتحسين الإضاءة أيضا. أما الإضافة الأكبر فقد تمثلت في الصوت، حيث إن الشخصية الرئيسية في الإصدارات السابقة لم تكن قادرة على الكلام، أما بطل لعبة GTA Vice City فقد كان قادرا على التحدث مع الآخرين في مختلف مراحل اللعبة. حولت اللعبة الجديدة النمط التقليدي الذي عرفته لعبة GTA 3 إلى نمط معاصر، وهو الأمر الذي أثار إعجاب اللاعبين. في عام 2002 وبعد الإصدار الرسمي للعبة ببضعة أشهر، تم تعديلها من طرف الشركة المنتجة بعد أن تلقت اللعبة انتقادات من اللاعبين أنفسهم بسبب مستوى العنف المبالغ فيه. في الإصدار الموالي قرر المطورون توسيع مسرح اللعبة قليلا، حيث ضم إصدار GTA سان أندرياس ثلاثة مدن، وهي لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ولاس فيغاس. في ذلك الإصدار أصبح من الممكن للاعب زيارة المطاعم وصالات الرياضة وتغيير الملابس. أما الشخصية الرئيسية للعبة فتمثلت في مواطن أمريكي من أصول إفريقية يدعى كارل سي جي جونسون، حيث تم اختيار شخصية بهذه المواصفات بعد أن تلقت الشركة اتهامات بممارسات عنصرية. كانت اللعبة الجديدة أشبه بفيلم يمكن للاعب أن يعيش قصته بنفسه، وهو ما جعلها أكثر إثارة. وعند إطلاقها عام 2004 حطمت اللعبة كل التوقعات بتسجيل مبيعات قياسية، لكن اللعبة وضعت الشركة في موقف محرج أمام القضاء بعد أن تم اتهام شركة روكستار بإعطاء اللعبة تصنيفا غير مناسب لها، وذلك بعد أن اكتشف بعض اللاعبين وجود مشاهد غير محتشمة لا تناسب الأطفال، رغم أن تصنيف اللعبة لا يشير إلى أنها مخصصة للكبار فقط. ذلك دفع الشركة إلى تعديل الكود البرمجي للعبة وإصدار نسخة جديدة منها، حيث تم فيها حذف كل المشاهد غير اللائقة. تجاوزت روكستار تلك الأزمة بسرعة، لكنها سببت الكثير من المشاكل النفسية للمطورين الذين يقضون معظم وقتهم في تطوير إصدارات اللعبة. بعدها قرر المطورون أخذ راحة وعدم التفكير في إصدار جديد، واهتم الجميع في تلك المرحلة بإصدار نسخة محسنة من لعبة GTA Vice City، وبذلك ظهر إصدار GTA Liberty City الذي حمل معه العديد من التحسينات، خاصة من ناحية الرسوم ثلاثية الأبعاد وطريقة اللعب وطبيعة المهام التي يقوم اللاعب بتنفيذها. كان كل شيء يسير على ما يرام في شركة قوية بين شركة روكستار وسوني التي كانت معظم الألعاب حصرية لها على أجهزة بلاي ستيشن 2. لكن شركة مايكروسوفت قررت أن تخطف الأضواء بإمضاء عقد خرافي مع شركة روكستار، الهدف منه هو الحصول على حصرية الإصدار القادم من اللعبة وهو GTA 4. دارت أحداث الإصدار الجديد من اللعبة والذي تم إصداره عام 2008 على أجهزة إكس بوكس وأجهزة الحاسوب في مدينة نيويورك الأمريكية، وقد وصف اللاعبون هذا الإصدار بأنه الأكثر واقعية بين كل الإصدارات السابقة. حسنت الشركة الرسوم بطريقة لا يمكن وصفها، أما المهام فقد كانت متكاملة وأكثر تعقيدا منها السابق. الأمر الذي نال إعجاب اللاعبين أكثر هو نمط اللعب الجماعي الذي أصبح متاحاً للاعبين، سواء لتأدية مجموعة من المهام الثانوية مع بعضهم البعض أو حتى للعب الحر بدون أي قيود. حطمت أرقام المبيعات كل التوقعات، حيث أصبحت GTA 4 نموذجاً مثالياً للألعاب الحرة التي تعطي اللاعب أكبر مساحة ممكنة من الحرية أثناء اللعب. كانت أحداث اللعبة متناسقة ومرتبة، وأكثر ما ميز اللعبة هو العلاقات العائلية والصداقات التي يمكن للشخصية الرئيسية أن تكونها مع الآخرين خلال مختلف مراحل اللعب، وهو أمر نال إعجاب الكثير من اللاعبين. أصدرت الشركة بعد ذلك نسخة GTA China Town، وهي النسخة الصينية الحصرية لأجهزة نينتندو، وتدور أحداثها في أحد الأحياء الصينية القديمة. لكن اللعبة لم تكن لافتة للانتباه بسبب رداءة الرسومات، إضافة إلى قلة عدد مستخدمي هذه الأجهزة عبر العالم. حققت النسخة الصينية مبيعات منخفضة للغاية، وذلك بسبب الانتقادات الكبيرة التي تلقتها حتى قبل إصدارها الرسمي. ذلك دفع شركة روكستار إلى اتخاذ قرار مهم، إصدار أي ألعاب لأجهزة نينتندو مجدداً. في الوقت الذي انتظر فيه الجميع ظهور إصدار جديد من لعبة GTA، كانت الشركة المنتجة مهتمة بلعبة أخرى، حيث فاجأت العالم بإصدار لعبة Red Dead Redemption،
وهي اللعبة التي كان نمط لعبها المفتوح والحر مشابها لنمط لعبة جي تي اي، لكن ما ميزها هو أن أحداثها تدور في زمن لم تكن فيه السيارات والتكنولوجيا الحديثة موجودة. دارت أحداث اللعبة في الأرياف بين الأكواخ القديمة والمزارع، لكنها كانت واحدة من أروع الألعاب الكلاسيكية على الإطلاق. اهتمت الشركة أيضاً بإصدار لعبة ماكس باين 3، وهو ما جعل المتابعين يفقدون الأمل في ظهور إصدار جديد من لعبة جي تي اي، لكن شركة روكستار لم تخيب آمال اللاعبين، حيث تم الإعلان عن تطوير الشركة للعبة جي تي اي 5 التي أصبحت متاحة على مختلف المنصات بداية من عام 2013. أكدت الشركة أثناء الحملة الدعائية أن اللعبة ستكون مثالية وأفضل من كل الإصدارات السابقة، كما أن الإصدار الجديد سيتميز بمجموعة من الشخصيات الرئيسية، وهو عكس ما حدث في الإصدارات السابقة التي دارت أحداثها حول حياة شخصية رئيسية واحدة فقط. كما تطلع المطورون إلى أن يكون النمط الجماعي في لعبة جي تي اي 5 مختلفا عما كان عليه في الإصدار السابق، حيث كان من المفترض أن يتمكن اللاعبون من تأدية المهام الرئيسية بشكل جماعي وليس الاكتفاء باللعب الحر والمهام الثانوية فقط. لكن للأسف لم يكن نمط اللعب الجماعي مثاليا بسبب المتطلبات التقنية الكبيرة لتشغيل اللعبة، مما يجعل تحويل المهمات الرئيسية إلى نمط جماعي أمرا صعبا للغاية. واليوم ينتظر عشاق لعبة جي تي اي في مختلف أرجاء العالم ظهور الإصدار السادس من اللعبة، وهو الإصدار الذي يحيط به الكثير من الغموض. لكن الشركة المنتجة أكدت عام 2020 أنها قطعت شوطاً كبيراً في تطوير اللعبة التي ستحقق نجاحاً كبيراً بكل تأكيد. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم؟ فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟